شهدت نهاية لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المنظمة في الكامرون أحداثاً غير رياضية بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي، والذي انتهى بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد. وتدخلت مكونات المنتخبين بالأيدي في الطريق المؤدية إلى مستودعات الملابس عقب انتهاء المباراة بفوز مصر، كما عرفت أطوار المقابلة بين المنتخبين مشادات، حيث تدخل المصري مصطفى محمد على المغربي أشرف حكيمي بطريقة غير رياضية ليتشابك فيما بينهما، وأشهر الحكم في وجههما البطاقة الصفراء. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.